الله معكم، منترافق بيوم جديد من برنامج على الموعد ومن مريم تيفي، اليوم من اجواء فترة الصوم اللي عم نعيشها وما احوجنا بهالايام ايام الظلمه السوداء انه نتقرب اكثر من الله وهالشيء ما بيصير الا بالصمت. بالصوم طبعا كل اباء القديسين حكوا عنه انه بهالفتره تسمو الافكار تنتعش الروح وبيحيى الصمت والابتعاد عن ضوضاء العالم ومنقترب أكثر من فكر الله ومنتحد فيه بها الفترة اكتار بعدهم مفكرين أن الصوم هو مجرد تقليد للامتناع عن الطعام وحتى ما بيعرفوا لأي هدف عم نصوم أو كيف منمضي الصوم برياضة روحية يومية وكيف منرفع الذهن للسماويات ولنقطع وصال التعلق بالارضيه ونكون جاهزين حقيقه ليوم القيامه المجيد لما بدها تصير قيامتنا نحن جديده لروتين حياتنا السابق اللي اتعب نفسيتنا واثقل كاهلنا بهموم الارض مع الاب بيتر حنا رح نتعلم بهالحلقه تدريب روحي ليكون صومنا مفيد وبيحقق أهدافه من هالصوم بدنا اكيد نستمد الرجاء لحياه جديده وولاده جديده مختلفه الله معك ابونا الله معك جورج بصرنا نرجع نلتقي سوا من ايام برنامجنا المشترك ثلاث وثلاثون اللي حقيقه ترك اثر عند المشاهدين كمان اليوم حبيت هيك استضيفك لحتى اكثر نستفيد من خبراتك الروحيه وخصوصا بفتره الصوم اللي هلا عم نعيشها. طبعا مثل ما كنت عم بقول بيغفل دائما عن بالنا انه خلال فتره الصوم المفترض انه المؤمن يبتعد شوي عن العالم، مثل ما قال يسوع: انتم لستم من هذا العالم. حتى نطبقها يعني بدنا نعيش بالصمت بهدوء لنقدر هيك نخفف حتى زيارات وعجقة حياة لحتى نقدر شوي نكون عم نفهم لوين رايحين بمسيرة هالصوم شو تأثيرهم هالأمور اللي حكيت عنها على النفس أو شيء الله معك جورج الله يحفظك اشتقت لك كتير أنا بالأك <applause> جورج ال... هيك أنت عم تحكي رجعت تذكرت يسوع عمدين صام وشو عمل بعد ما صام تتذكر بالإنجيل بالتحديد بانجيل متى نعم بيصوم يسوع 40 يوم و40 ليله ومن بعدها شو بيصير؟ التجربه نعم ياخذه الروح ليجربه في البريه وكانه هودي القصص ما ما لازم نغفل عنهم ما فيك توقف اليوم قدام تجربه من دون اراده ما فيك توقف قدام معركه على ابواب معركه مش محضر سلاحك اذا في عندك فريق فوتبول او فريق باسكتبول قبل ما يبلشوا شي بطولة معينة، يعني شو بيعملوا؟ بيروحوا معسكر بيحضروا حالهم ليش؟ تدريبي. بيعملوا تدريبات بيعملوا بعد ال... بعد بعدها بيرتاحوا، نعم بعدها بيرتاحوا ولكن بيتمرنوا تحت يكونوا جاهزين بوقتها نحن كمان بهالفترة هي نتمرن، بناخذ سلاح تبس بس نوقف قدام التجربة نثبت ما نروح، وشو مشكلة اليوم؟ مشكله الانسان اليوم مشكله المسيح اليوم ضعف ارادته امام صوت هذا العالم العالم هو مكان منه سيء هو اماني بين ايدي الله عطاني اياه تحافظ عليه العالم إحنا دائما بنحطه بصوره انه السما منيحه العالم شيء بشع لا العالم اماني من الله ما هو خلقه وخلق لي اياه كرمال هيك انا بهال بهال الصوم برجع شو بعمل؟ بركز انه روح الله لازم تكون بهذه الارض. العالم هو ملكية ربنا ولكن من خلال ارادتي. واليوم آه الاشرار ايه او اللي عم يحطوا ارادتهم بايد الشيطان شو عم يعملوا؟ عم يحولوا هذا العالم الى جحيم. هن اللي عم ينزعوا صورة العالم، هو العالم حلو مثل ما خلقه الله. نعم. وهيدا هو موضوعنا اليوم. يس. لأنه من خلال الصوم بدنا نجرب نلتفت للامور الحسيه الحلوه اللي الله خلقها واستشهادا بالقديس مار فرانسيس اول ما ارتد للتوبه اذا حدا قارئ قصته رح ينتبه على اللي عم بحكيه انفتحت عيونه على حقيقه الخلق يعني انتبه انه الطبيعه حلوه الازهار النحل الحيوانات بعجقه حياته ما كان منتبه لهم وهودي كلهم الـ الـ الامور اللي كان عم يركض كرمالها كانت عم له تعب نفسي عم تعمله نزيف عم تعمله نزيف احنا صح. شو عم مشكلتنا اليوم جورج ايه صرنا إلينا كثير بهالحلقه مشكلتنا عندنا مشاكل كثير ولكن اليوم آه آه روحنا تنزف نعم عم نوصل يعني بتعرفوا واحد بس ينزف اخر شيء ببطل عنده طاقه وخصوصا هالسنين عم تقطع علينا مع كل هالغضب اللي عم يصير اليوم انسان نعم. انسان اليوم غاضب بسبب الفقر الفقر المادي بسبب لا. الخوف من بكره عم يعتل هم ولاده ما فيني لومه ولكن فيني ساعده بقول له أنا وياك نفكر بشغله هذا الفقر اللي انت عم تفكر فيه ايه انا ما بقدر الغي لك اياه بس بقدر ساعدك تتعامل معه الصوم بخليك تعرف تتعامل معه هذا الخوف من بكره انا ما فيني الغي لك اياه ولكن فيني ساعدك تتغلب عليه او بالاحرى فيني ساعدك تتعامل معه او تنظر له بطريقه تانية كيف من خلال انه تغذي حضور الله بحياتك اللي هو مصدر الوحيد لطرد الخوف اللي ما فيك انت اي انسان انت انت فيك فيك تبطل الخوف من بكره اذا ما عن جد شعرت بحضور الله بحياتك بدك هيك دعم القوية الروحية تبع ربنا فس. قديش مهم انه هيك نعرف نستقطع من كل يوم وقت لنكون فيه مع الله عم نرفع ذهننا للتامل بالله من خلال الصلوات او من خلال الامور الحسيه يعني نتمشى بالطبيعه بالصمت رفت نتأمل بجمال الخلق قديش هول كلهم بردوا السلام للنفس خلال فترة الصوم الحياة صعبة و... وفي عجقة كتير عم تاخدنا لو كنا منيح لو كنا مؤمنين لو كنا عنا ثقة بربنا من حيث لا ندري عم تصير اشياء عم تاخدنا بعجقة الحياة هوب فجأة بنلاقي حالنا بغير محل بالصوم شو بنعمل؟ او بالاحرى بهالنقطه اللي انت عم تقولها جورج اللي هي انه نركز اعطي وقت من نهاري شو بعمل؟ عم ارجع مرن حالي، عم ارجع أرد العاده شفت كيف؟ عم ارجع اعمل فوكس لانه من, دو من دون تركيز حتى العقل بحاجه كمان يشتغل بهالفتره ايه من دون تركيز بنسى يعني ليك بتذكر نحن وصغار هيك كان يعني يصير انه كل احد نروح على القديس ايه خلص صار عندنا جزء من من حياتنا هالعادة الحلوة بالصوم كل يوم ايه بالصوم كل يوم م. اذا مثلا صار شيء امتحانات او هيك شغلتك على الكنيسة اربع خمس اسابيع ما رحت على الكنيسة شو بيصير بتلاقي انه اوف بلشت تتعود انه ايه ما يكون عندك هالشيء هالعادة ما يكون عندك لقاء مع الله لقاء مع الله ايه كنا نتضايق انه ايه اوعى صرنا بنشبه غيرنا ايه صار ما عندنا مشكلة إنه ما نروح على الكنيسة؟ بتصير تخاف؟ شو بتعمل؟ بتعمل جهد زيادة ترجع تقول لا فوق أنا تعبي فوق أوقات قلت حماستي بدي أرجع أركز وأرجع أرجع على على عادي شو خسران أبونا إذا تعودت إنك ما تروح على الكنيسة؟ شو خسران؟ يعني كثير ناس بيقولوا ما مش فرقانة، ما فرقت معي، يعني حياتي ماشية كرمال هيك بس يمرض شغلي و. ماشي ماشي مصاريف كرمال هيك بس يمرض شو بيصير بس يمرض بده يركض بده دعمه روحيه اول شيء بفكر فيه دخيل يا مر شربيل صح بيروح بزور ما شربيل بيروح بزور شي مزار يا رب يا يسوع تطلع فيه اه هودي كلهم ما كنت منتبه لهم انت منيح وقت كان ماشي معاشك تمام هيك تعيش هلا بالازمات هذا اللي عم اقول لك عنه اللي عم نعيشها مرض ومصاري وقله شغل هذا اللي عم اقول لك عنه كلهم هون انه الحياه اوقات عم تاخذنا بعيد هيك إيه؟ وهذا الوجه الجميل للالم هذا الوجه الجميل للفقر او للحاجه مثل الابن الشاطر بجوز الابن الشاطر لو آه وقت الاخذ هالحصه من ثروه بيو وفل بجوز لو كان موفق وكل شيء تمام كان يفكر يرجع لعند بيو ما كان رجع عند بيو هذا الوجه المنيح للفقر وللحاجه وللعازه نعم انه آه بيرجعوا بيوعوني بيكونوا مثل الارم بيوعيني لاهميه حضور الله بحياتي اوكي نعم. جورج فاذا شو بنعمل نحن بهالفتره؟ بنرجع بنقول ايه وهون في شي نقطه كثير هيك كمان حلو نحكي فيها. جورج هالقصص البسيطه الحلوه اللي بيك وبي ستك وستي جدك وجدي علمونا اياها بس ترعد الدنيا شو بنقول؟ اسم الصليب يا رب يا رب دخيل اسمك ايه مثلا ايه بس تصحى انت مثلا لا شعوريا بس تقول يا عدرا <applause> إيه؟ بس تقطع حد الكنيسه شو بتعمل؟ تصلي بيدك على وجهك إيه؟ قبل ما تاكل تصلي هو... صلي بيدك على هاو حلوين قبل ما تنام هاو بيساعدوك انه الله يعيش معك نهارك واحد بيقول لك ما بصلي بس بامن شو خي شو دي بتامن؟ بشو؟ بي بشو بتامن؟ هاو يا ناس رجعوا لهم رجعوا للتراث الحلو بجوز منه تراث التراس... تراث ليتورجي ايه تراث اكثر منه اجتماعي او عائلي او شعب قوي ايه تعالوا نرجع لهم حلوين من هالتراث اللي عم تحكي عنه انه خلال فتره الصوم بيصيروا يلا يحكوا كانوا بعضهم رايحه على يا رب القوات صلاه النوم بسموها يا رب القوات يعني هيدي الجمعة الاتحاد اعضاء الكنيسه بقلب الكنيسه بخلال فتره الصوم كثير بيعطينا قوه قد بيرجع لنا هالروحانيات الحلوه اللي فينا نعتمد عليها بحياتنا مشان السلام يعني اقله اذا انا ما شفيت أو, او ما اشتغلت او ما كان في مردود مادي اقله بقلب هيدي الشده عندي سلام لاني متحد مع الله، قديش مهمين هودي الصلوات تبع الصوم والتامل والتنزه بالطبيعه وشوي ابعد عن عجقه العالم يا انسان لازم تنقذ روحك روحك ما رح تعرف قديش هي جوعانه وعم تنزف لوقت توقف قدام التجربه، مشان هيك عم اقول لك صوم قبل ما توقع بالتجربه. فإذن فاذا ما تنطر حتى توقع بالمصيبه تحت تقول انا ماني خبرتك اياها مره جورج واحد غني ابنه مرض مرض عضال قال لي كلمه كتير حلوه قال لي اعطيني كمشة ايمان اف قال لي بعطيك كلمه بس اعطيني كمشة ايمان فقد سيطر على حاله نهار ندم كيف و... كيف كان عم يعطي كل وقته للشغل للبزنس لاولاده بس بوقت مرضوا اولاده كل مصرياته ما, شيء شو صار بده؟ نتفة ايمان قال لي اعطيني كمشه ايمان نعم طيب رح نرتاح مع ترتيله لحضرتك وبنرجع بنتابع حديثنا لنعطي نصائح تدري الله يبارك بهالصوت التأمل بعظمة الخالق يقودنا إلى التأمل بعظمة ألام يسوع على الصليب كتير مفيد روحيا المشاركة بالكنيسة اللاتينية مثل أو الغربية بالأحرى بدرب الصليب قديش مهم التأمل بألام يسوع مهم لدرجة أنه ما حأفهم ألامي ما حأعرف كيف أتعامل مع ألامي ما حأعرف أوصل بألامي للإيامي إلا إذا تأملت بألام يسوع ليش؟ لحتى اعرف يسوع كيف تعامل معه كيف نعم. <applause> وكيف نق... كيف حولها من مشهد مؤلم الى انتصار حلو من موت الى قيامه من صراعات غيري شتائم مسبات شو بدنا نحكي عن هالمشهد ايه ال... حوله كله لقصه حب ليش؟ لانه هو هيك هو عم يفيد منه الحب هو الحب بحد ذاته يسوع المسيح كرمال هيك بس اقرا كل هالقصه المؤلمه الموجعه ما بقرا الا الحب هذه قوه الحب انه بيطبع كل شيء وانت يا انسان اليوم بحياتك في الم يسوع ما اجى تشيل الالم ولكن اجى يعطي للالم تبعك معنى اجى يساعدك هالالم تبعك يصير خلاص لألك اجى حتى يعطيك القوه الام الناس انت تساعدون تصير خلاص لالن على طول جواباتك منطقيه يعني, يعني أه بتمرق لنا دائما مثلا انه ما اجى يسوع ليشيل الالم يعني انت مش تحب يسوع لانه ما رح تنوجع او ما رح بالعكس أه بجوز تنوجع اكثر ممكن لانه كان وجعك رح يكون فيه ايه دائما بحكي عن قديسه رفقه لانه هو شيء اللبنانيه نعم يعني من مجتمعنا من بيئتنا يعني هي مثل رساله من الله لكل واحد فينا هي ماتت من الالم الالم تبعها ايه كان سبب لخلاصها ولكن هل هو الالم بحد ذاته؟ لا الحب اللي عطته خلال الالم، الايمان ثبتت عليه خلال الالم وانت كمان آه يسوع ما اجى حتى يشيل الالم من حياتك، للاسف اليوم لا بعد في مسيحي عم عم ينترو من الله انه يشيل الالم من حياتهم، بيقول له لشو بدي امن فيك؟ إذا بعد حياتي هي ذاتها هيدا سؤالي لهون كان بدي أوصل <applause> هيدي علاقة مصلحة أول شيء نعم أنا وقت لي يا جورج بقول شو بدي بجورج؟ إذا بعد إذا بعد حياتي هي ذاتها في وبلي معناتها أنا لحتى بنيتها العلاقة معه لمصلحة معينة، يعني. معناتها هيدي مش علاقة حب هي علاقة مصلحة، كرمال هيك أي علاقة مصلحة مع ربنا ما رح يمشي حالها ليش؟ لأنه ما حقدر أفهمه، ما حيقدر يساعدني الله مزبوط تا الله يساعدك بدك تفهمه ما بيكفي بس تقول اسمه بيقول يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل, يدخل ملك ملكوت السماوات وانما من يفعل يعني علاقتك او هالصله بالله بدها تصير علاقه ملموسه، علاقه بكل أح... هلا هل... فتره انه جدد هالعلاقه بفتره الصوم يعني هي اجمل فتره إن انا ارجع ابتدي من جديد اعمل هيدي العلاقه بتعرف شو بتلمع هيدي هيك اليوم فكره يا جورج فكره كتير حلوه الله خلقنا من شو؟ الله وقت اللي خلقنا شو كان فيه؟ كان عدم ما هيك؟ من العدم الى الوجود بيقولوا نعم. الاباء القديسين جاب. الله يرجع يخلقك من جديد بدك تروح على العدم بدك تطفي كل شيء بدك تجوع بدك تموت ابونا في اشخاص يعني بيكون عندهم مسيره ايمانيه كتير رائعه وملتزمين وفجاه بيوقعوا بمرض بي ومزمن طويل الامد وعلاجات والام يعني نفسيتهم بتتعب ايمانهم بيخف بيضعف يعني بتصير بتحسهم معزورين لما بيكونوا عم يتزمروا وبيقول مثلا انا صليت كتير واذا بس بتدوق وجع مثلا العلاج الكيماوي تبعي اللي بيخليني مضطر بيومين ثلاثه بتعذرني على تذمري بالصلاة وبلا صلاة ما عم بيوقف الوجع يعني خلص خف إيماني يعني ليش ربنا بيصمت بأوقات مثل هيدي ما بيظهر ما بيظهر هيك عجائب وما بيظهر قوته بالشفاء ما بعرف يعني ما فينا نلوم هيك شخص عم بيضعف ايمانه بهيك ظروف جورج اذا تدخل الله بكل انسان مريض يشل مرضه وين حنصير؟ صار الله لانه عادي بده يتدخل بكل شخص مزبوط تخيل حياتنا هلا اي واحد بيمرض تغري الله بيتدخل وبيشله مرضه طب شو نوع الحياه اللي بكون فيها ما بيقدر لانه يعني بيكون عم يفوت حريه كل انسان لا الله شو بيعمل الله بيحول وشغله تانية بيضيف يعني الله بيحول المك لشي تاني مثل ما كنا عم نقول والله بيضيف على المك شيء ع... بيضيف قصه حب قصه بطوله هلا انت بس تتذكر ستك او بس تتذكر حدا بيقرب لك ايه تقول قديش حرام كان يتوجع يعني ولكن الابتسامه ما فرقت وجهه طب هذه مش قصه حب اكيد هذه شجاعه كبيره بالايمان ما فينا الله يتدخل بكل شيء ايه وعلى طريقتنا علما انه بيتدخل مع اشخاص بس ليش الهدف؟ الوقت. ليه بيتدخل؟ يعني وقت الله بيتدخل بجوز مره بالمليون ايه تشيل تعيش حدا او كذا، ليه بيتدخل؟ اول شيء هي استثنائيه مثل ما كنا عم نقول مره بالمليون مزبوط ثاني آه، شغله بيكون في هدف مش الشفاء بحد ذاته بيكون الشفاء الله عم يستخدمه توصل الرساله المعينه اوكي يعني انت وقت اللي بتدخل الله بشكل مباشر بيعمل لك معجزه او شفاء معين هو مش بس تيشفيك هو حتى يعطيك رساله لك او او يحررك من عبوديه ما او لا اكثر من هيك او حتى يعطي رساله للحواليك لبيئتك يعني الله وقت انا انا بتوقع وقت الله بشخص شربي اللي هو قريب على قلب كل كل انسان لبناني وكل منطقه الشرق الاوسط يعني حتى بسوريا حتى بالاردن حتى بالعراق حتى بالاراضي المقدسه حتى بمصر حتى وين هلا وصلنا عم نحكي ببرازيل وفنزويلا وصلت اعاجي هونيك وقت الله عم يتدخل بحي ب ب عن طريق مشاربيل نعم تيلمس حياه كتار ناس كتار ليش؟ ليه؟ تيوصل رساله مش تيش فيهم بس هذا هو الشفاء الجسدي هذا هو الخلاص يسوع بس جايبوا يقول المخلع شو قال له قوم أم امشي وفل انا شفيتك اول كلمه قال له اياها ايمانك خلصك او مغفره لك خطاياك عافيك شايف يسوع وين بيخدنا طيب مع مع هل هالوقفه هلا التامليه رح نختم حلقتنا لليوم بس موضوعنا ما خلص رح نكمل بفقره تانية الله راد وموعد آخر، بناخد بريك وبنرجع